متابعي وفي الجول، اهلا بيكم مره جديده. بنظهر معاكم بعد مباراه جديده، والمره دي كانت المباراه ما بين الزمالك ومازيمبي. تعادل سلبي للزمالك امام مازيمبي بيقربه من التاهل ولكن بيبعده عن حسم التاهل بايده في انتظار نتيجه الغد، ولكن بالتاكيد هي نتيجه افضل من الخساره في كل الاحوال بما ان المنافس طبعا هو مازيمبي. هنتكلم عن المباراه وهنتكلم عن قرار فتح الاستبدال الافريقي في القوائم الافريقيه، وكمان استعدادات الاهلي للمباراه المرتقبه امام النجم الساحلي بعد بكره الاحد. هيكون معاكم محمد مصطفى واحمد العريان للكلام عن كل اللي قلنا عليه قبل كده. فاهلا يا ميدو. اهلا فوزي. شايف النهارده الماتش ازاي بعد تعادل الزمالك ووصوله للنقطه الثامنه في المجموعه الاولى؟ يعني والله الزمالك النهارده اعتقد في اعتقادي ان اصابه اشرف بن شرقي قبل بدايه المباراه اربكت حسابات الزمالك فعلا واربكت حسابات باتريس كارترون. ليه؟ طبعا الزمالك كان عنده فعلا البدلاء، يعني الزمالك بيمتلك من الاجنحه اللي تخليه ان هم يقدروا يعوضوا احمد سيد زيزو، ولكن ده في حاله ان شيكابالا يكون في مستواه. شيكابالا للماتش الثاني على التوالي طبعا هو عائد من غياب بسبب اللي كان عنده حصوه على كده او رمال على الكلى، خلته ان هو يغيب لفتره عن الملاعب، وبالتالي عائد مش بنفس لياقته البدنيه. ده بيخليه ان هو بيدي 60 65 دقيقه وبعد كده بيضطر باتريس كارترون يخرجه. شفنا ده في ماتش الجونه اللي كان متالق فيه وشفناه النهارده. فشيكابالا بدا الماتش بسبب اشرف بن شرقي، وكده كده كان هيبدا سيد زيزو نزل على الناحيه الشمال. التوزيعه كانت المفترض ان هي شيكابالا على اليمين وبن شرقي على الشمال، وفي النص اوباما واوبا قدامهم مصطفى محمد. مع اصابه بن شرقي نزل احمد سيد زيزو، فبالتالي بقى ونجم هينزل الشوط الثاني بدل شيكابالا، بدل ما كان مفترض ان احمد سيد زيزو هو اللي هينزل ومصطفى فتحي هينزل. طيب لما في الشوط الثاني كارترون نزل الاثنين دول، حط ونجم على الناحيه اليمين وحط مصطفى فتحي على الناحيه الشمال. كانت على عكس، يعني المفروض ان مصطفى فتحي دايما على اليمين، نقطه قوته على الناحيه اليمين، بيعدل وبيعمل اوفر او بيعدل بيعمل سروهات او ممكن حتى شوت بالظبط. بس لما اتحط على الشمال اختفت خطورته تماما. هنا انا بقول ليه اصابه بن شرقي اثرت على الزمالك، لان لو بن شرقي موجود اساسا ما كانش مصطفى فتحي ونجم الاثنين هينزلوا، بقى كان واحد بس اللي هينزل والتاني هتستنى لما تكون بقى ايه المباراه ضامنها، او ان انت خلاص حل اخير مش هتضطر ان انت تلجا لان انت تلعب ده على الشمال وده على اليمين بشكل بدري قوي كده، عشان هيبقى معاك حل زياده. ليه ونجم بيلعب على اليمين؟ لان باتريس كارترون عارف ان عرضيات حازم امام مش بتبقى بتستغل بشكل كويس. في الوقت اللي اونجم دايما شفناه الفتره الاخيره عرضياته بتكون مظبوطه، عرضياته بتتسبب في اهداف لمصطفى محمد احيانا او لبن شرقي احيانا اللي بيزيد في منطقه الجزاء او اوباما حتى ساعات. فعشان كده اونجم بيلعب على اليمين ما بيلعبش على الشمال. لكن عشان تلعب اونجم على اليمين ده معناه ان كان لازم مصطفى يلعب على الشمال. مصطفى على الشمال صفر، ما بيقدمش حاجه. انا شايف ان هو لو كان خلاص انت مصر ان انت تلعب اونجم على الناحيه اليمين كان يبقى اسلام جابر افيد. اسلام جابر شفناه عرضياته مظبوطه في الدقائق اللي لعبها، فعلى الاقل هيعمل لك حل العرضيات. لكن مصطفى فتحي على الشمال ما كانش مقدم الحلول دي. ده اللي خلى حسسك ان الزمالك بخروج شيكابالا انتهى تماما، ما حققش خطوره. شيكابالا خرج في الدقيقه 60 بالظبط، ما حققش خطوره على مازيمبي. فاعتقادي هو ده كان السبب الرئيسي. قبل خروج شيكابالا كان الزمالك بيضغط على مدافعي مازيمبي، قطعوا اكتر من كوره. شفنا الكوره اللي مصطفى محمد قطعها ومررها لاوباما بالكعب، وبعدين اوباما شاطها الحارس صدها. شفنا كوره تانية برضو شيكابالا قطعها وبصها لزيزو بس طولت شويه. فكان الزمالك بيظهر بشكل كويس مش بسبب وجود شيكابالا عموما في الشوط الاول، ولكن بسبب ان اللعيبه محطوطه اللي موجوده على عدلتهم، وده اللي ما كانش موجود في الشوط الثاني. حاجه تانية، ان الزمالك في افضل فتراته، مش عارف تتفق معايا ميدو ولا لا، بس كان بيعاني من الرعونه، اللقطه اللي هو انا عايز ارقص، عايز اخد بالكعب. كل كوره لشيكابالا، كل كوره لاوباما يحاول ان هو يكسر وياخد بالكعب. عملها مره وسببت خطوره شيكابالا فعلا بالكوره اللي راحت لمصطفى محمد وشاطها، كانت رائعه. لكن كل المرات الثانيه ما كانتش مفيده، فالهجمات كانت بتتكسر هنا عند اوباما او شيكابالا في محاولات استعراضيه انت في غنى عنها دلوقتي. لما تكون متقدم نقدر نبص للقطات اللي زي دي. في النهايه في لما بتيجي تواجه فريق زي مازيمبي، مازيمبي فريق قوي جدا طبعا، سواء بره ملعبه او حتى على ملعبه، هو نقطه قوته الكبيره بتبقى اكتر على ملعبه. لكن النهارده برده هو في النهايه فريق متماسك واقف على رجله كويس جدا.
انا بشوف النهارده لو سالتني على اداره كارتيرون للمباراه، هو كارتيرون كان نازل بسيناريو واحد بس او بطريقه واحده بس، اللي هي ان احنا هنلعب عرضيات لمصطفى محمد، ومصطفى محمد ده هيحط جول هنسبق فيه بالشوط الاول في الشوط الاول، بس ده ما حصلش. انا دايما بشوف مشكله كارتيرون حاجه واحده بس، ان هو مدرب السيناريو الوحيد. انا بفتكر دايما مع الاهلي او النهائي الشهير ماتش الترجي، هو كان نازل كان كسبان في ماتش 3-1 في 3-1 القاهرة. في القاهره، راح على ماتش رد بسيناريو وحيد فقط، اللي هو انا رايح هدافع، هدافع الجون الاول دخل انا هدافع، الجون الثاني دخل انا هدافع، الجون الثالث دخل، مع انك خلاص ما عندكش شيء تبكي عليه، ناقص 5 دقائق هو مش بيهاجم. النهارده انا بشوف النهارده كان بادئ زي ما قلت لك بسيناريو وحيد بس، اللي هو العرضيات الاكتر كانت من حازم امام على استحياء من محمد عبد الشافي، والاثنين مش مظبوطين النهارده. ما كانش فيه عرضيات. يعني انا النهارده من بدايه المباراه لحد الدقيقه 90 الزمالك بيعتمد على العرضيات، وفي اثنين مدافعين في مازيمبي طوال القامه، فمفيش كوره بتوصل لمصطفى محمد. في الشوط الاول وصل حوالي 3 كور او كورتين، كان في منهم واحده، يعني انا بيعجبني جدا مصطفى محمد ان الراجل الكوره بيعافر له بيطلع فوق اي مدافع مهما كان طوله. فانت في النهايه زي ما بقول لك، انت رحت بسيناريو واحد بس. النهارده مثلا هديك كمثال الدور بتاع فرجاني ساس النهارده بيلعب متاخر جنب طارق حامد دايما. لو نرجع للسنه اللي فاتت مع الروس، كان دايما طارق حامد هو اللي بيلعب في نص الملعب، وكانت الحريه يتقدم. كلها ممنوحه لفرجاني ساسي ان هو يقدر يلعب يمين ويقدر يلعب شمال. زي ما قلت لك، هو خلاص هو ما حبش يغير السيناريو اللي هو كان مدرب عليه اللعيبه، اللي احنا هنلعب عرضيات لمصطفى محمد، هنلعب عرضيات لمصطفى محمد. طب حاول يكون في سيناريو بديل. انا بحسه دايما ان هو ما عندوش فكره السيناريو البديل. هو في النهايه كارتيرون، انا بقولش ان هو مدرب سيء، لكن انا بحس دايما ان كارتيرون مدرب واقعي جدا، واقعي جدا، اللي هو انا هلعب بالعناصر المتاحه قدامي، انا مش هبتكر. يعني النهارده مثلا التغييرات كلها كان لاعب مركز بمركز مركز بمركز، ما شفتش لاعب مثلا بيطلع لاعب من نص الملعب بيقرر ان هو يغامر مثلا. هو اي نعم المغامره ممكن ما تكونش محسوبه ليه، لان الزمالك في النهايه هينتظر تعثر. خلي بالك النهارده كمان هو اصلا برضو ده سؤال تاني، هو يمكن كابونكو كاسونجو مش جاهز بدنيا، لسه جاي بالزبط. جديد فلسه، انما هو اصلا الزمالك، وهو اتكلم كارترون في المؤتمر الصحفي امبارح عن النقطه دي، داخل الماتش بمهاجم واحد بس في القايمه اللي هو مصطفى محمد، مفيش لا عمر السعيد ولا في مش مفهوم كابونكو كاسونجو. رغم ان عمر السعيد لما لعب ماتش طنطا كان كويس جدا وجاب جون حلو جدا، يعني في النهايه لازم يكون عندك مهاجم بديل على الدكه. انت في النهايه يعني بيفكرني لما رحنا كاس العالم بمهاجم واحد بس اللي هو مروان محسن. كوكا. ففي النهايه لا كوكا ما كانش معاهم، لا ما سافرش في النهايه كهربا. ففي النهايه انت مسافر او بتلعب داخل القايمه او داخل المباراه بمهاجم واحد بس في قائمتك، في ماتش انت عايز تكسبه، لو انت بقى عايز ما تخشش في اي حسابات او اي حوارات او اي حاجه. الزمالك النهارده التعادل بيوصلوا بنسبه 80% لدور الثمانيه، لكن في النهايه لو انت بقى عايز تخلص الموضوع كله بايدك هتكسب النهارده، هتصعد خلاص الموضوع انتهى، وهتبدا هيبقى في كلام ان انت بقى تصعد اول مع مازيمبي، لكن خلاص هو مازيمبي ضامن الصعود كاول، والبطاقه الثانيه التنافس عليها ما بين الزمالك وما بين بريميريا وجوستو اللي هيلعب بكره مع زيسكو الساعه 6. الماتش هيتلعب في زامبيا، الزمالك هينتظر بكره تعصب بريميرو قدام زيسكو. في حاله فوز بريميرو، الزمالك هيخش الماتش بتاع اول او بريميرو دو اغوستو في انجولا، بحاجه للتعادل او حتى الهزيمه 1-0، لان في النهايه يعني نوضح كده للناس بشكل سريع، الزمالك بعد التعادل النهارده قدام مازيمبي فرصه اصبحت كالتالي: بكره في حاله عدم فوز بريميرو دو اوجوستو كده الزمالك تاهل رسميا لدور الثمانيه، في حاله فوز بريميرو دو اوجوستو بكره على زيسكو في زامبيا يبقى الزمالك مطالب في المباراه الاخيره ان هو يتفادى الخساره بفارق 3 اهداف، وقتها هيكون تاهل برضو رسميا لدور الناس ان الزمالك كسب على ملعبه 2-0. هنا 2-0، وبنحنا بناخد بالمواجهات المباشره مش بفارق الاهداف، طريق المواجهات المباشره بالظبط كده. فزي ما بقول لك، انا دايما بشوف ان كارتيروم مدرب السيناريو الواحد، انا هنزل بسيناريو واحد اللي هو احنا هنلعب عرضيات طول ال 90 دقيقه، هنقعد نلعب في عرضيات. طب ما هو بعدين انا الاثنين مدافعين بتوع مازيمبي كانوا كويسين جدا النهارده، بالاضافه لحارس مرمى، حارس هو حارس مرمى كنت خبره لعب 50 مباراه دوليه، حارس كويس جدا. ف
ففي النهاية انت لازم يكون في زي ما بقول لك في حلول، في تنوع، سيناريو تاني انت حصل حاجة خلاص بقى. انا بحس ان دايما بيجي له لايك كده اللي هو خلاص احنا مش هنتصرف تاني، او لازم يكون في حلول هجومية تانية. النهاردة كان عندك اسلام جابر على الدكة مثلا، او في النهاية حتى لما نزلت مصطفى فتحي، انت ما نزلت مصطفى فتحي مش على عدلته تماما، انت هات مصطفى فتحي زي ما بقول، زي ما بنقول مصطفى فتحي قوته كلها ان هو بيلعب ناحية اليمين. اوباما النهاردة كان مش موفق في بعض كالعادة في الفترة الأخيرة، يعني بيضيع فرص غريبة. يعني هو احنا محتاجين نتفرج على حد تاني بيلعب في الحتة دي. انا بشوف ان شيكابالا مركز صانع الألعاب دايما ما بيحتاجش مجهود بدني زي ما بتلعب جناح. الجناح دايما بيرجع يضم مع الباك لما بيكون في هجمة على 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 الفريق، فانت ممكن تلعب شيكابالا 10، اعتقد ان هو يقدر يلعبها، يعني ما فيش مشكلة من النقطة دي. في نقطة تانية كنا عايزين نتكلم عنها، قرار مجلس الإدارة. طبعا النهارده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر قطع التعامل مع شركة تذكرتي بعد المباراة، وان الحضور للمباراة اللي جاية هيكون لأعضاء الجمعية العمومية فقط. ف يعني مش عارف، حسب قراره بيقول بسبب الشغب، او حسب تصريحاته ان هو احنا مش شغب. مش اي فكرة ايه اللي حصل بالظبط في الماتش، احنا كنا بنتفرج على الماتش زينا زي كل الناس من خلال الشاشات. هو يعني التعليل الوحيد ان الزمالك محتاج جمهوره في كل الاحوال طبعا، يعني اي زي اي فريق الجمهور بيكون هو الداعم الاساسي، فبفترض ان الزمالك نادي الزمالك يكون داعم لجمهوره، اداره الزمالك تكون بتبحث عن حلول لزياده عدد الجماهير في المدرجات في مبارياتها، واحنا داخلين على الماتشات الاصعب في الادوار اللي جايه، مش بنبحث عن تقليلها وتحجيمها وحصرها في اعضاء الجمعيه العموميه بس اللي تبعنا. ويعني هو ده التعليق اللي اكيد على لسان كل واحد زملكاوي يعني هيبقى عايز يقوله. يعني في تعليق من على عبد المنعم بيقول ان بكره اول اغسطس هيفوز على زيسكو على الزمالك كده باي باي. لا، الزمالك زي ما قلنا، هو الزمالك حتى لو اتغلب من بريميرو على ارضه هناك 1-0 او حتى 2-0، الزمالك هيصعد للدور الثاني، ان هو بريميرو هيبقى بحاجه ان هو يسجل 3 اهداف في الزمالك. هنتكلم عن الاستبدال. الاتحاد الافريقي اعلن، او زي ما كل الناس متابعه امبارح، الاتحاد الافريقي اعلن عن فتح الاستبدال في البطولات الافريقيه، سواء بطوله افريقيا او دوري الابطال او الكونفدراليه. يعني انت بتشوف القرار ده ازاي؟ يعني اعتقد ان هو برضو قرار انا في كذا شق للموضوع ده. قرار فتح الاستبدال، اولا هو عشان الناس تبقى فاهمه، الاستبدال ده هيبقى مشروط لان باربعه بحد اقصى، كمان الاربعه دول لو انت هتشيل حد من القايمه لازم يكون ما لعبش ولا دقيقه مع الفريق بتاعه. فبالتالي ده مثلا في قايمه الزمالك بينطبق على ايمن حفني وكهربا بس، هم دولت اللي في قايمه الزمالك ما لعبوش، لكن كل الباقي الفريق هشارك. حتى في محمد صبحي الحارس الثالث كان لعب دقائق قدام جنراسيون في مباراه العوده بعد اصابه محمد عوال. فده بالنسبه للاهلي مفيش ولا لاعب غير شريف اكرامي اللي ما شاركش، وبالتالي برضو الاهلي مش هيستفيد من القرار دوت بشكل كبير. القرار بقى في حد ذاته، لو انا هقول لك رايي كقرار او يعني كنظام بطوله، فهو انا متفق معاه جدا، لازم ان هو فعلا يكون في الاستبدال، عشان مش منطقي ان انا يكون عندي لاعب مشي ولسه متأيد في قيمتي وهو موجود في فريق تاني، يعني مش حاجه منطقيه. لكن الكلام على انه كان المفترض ان هو يكون قبل بداية البطولة يقرر النظام ده مش في وسط البطولة، خلي بالك ده مش اول قرار الكاف يطلعه كده ويقول فجأة ان هو يغير نظام البطولة في وسط ما هي شغالة. يعني مثلا انا فاكر الكلام ده انا مش محضره قبل عشان كنا بنتكلم وانا ما قلتلكش الحتة دي قبلها، لسه جاي في دماغي دلوقتي. قريب جدا بعد مباراة في دور المجموعات الزمالك اعلن ان جاله خطاب ان الايقاف بقى بثلاث ماتشات مش ماتشين، وبالتالي فرجاني ساسي هيلعب الماتش اللي جاي عادي. انا فاكر الخبر ده. فالكاف كل شوية بيغير في نظام البطولة وهي شغالة، ده مش صح، ده بيحصلش في العالم كله، وده دليل اخر على ان على عشوائية الكاف، على ان الـ مش ماشي بطريقة صح. الناس بتتكلم على ان المستفيد الاكبر من القرار دوت هو الترجي والوداد، ودي حقيقة ان فعلا في الفترة الاخيرة
هو بالارقام الترجي والوداد هم فعلا اكتر ناس ضموا صفقات جديده في يناير وهيقدروا يستفيدوا من القرار ده، لكن بعيدا كمان عن القرار ده فعلا مؤخرا الناس بقت شايفه ان هو لا، واضح ان الانديه المغربيه الانديه التونسيه بعد المشكله اللي حصلت في ماتش الترجي والوداد وكل واحد بقى ضغط علشان ياخد حقه، بقى في محاولات استرضاء ليهم، فبقى هم الانديه التونسيه والمغربيه هم الاكثر استفاده من قرارات الكاف. هقول لك على حاجه بقى في النقطه دي. قولي. انا بشوف دايما ان انت في مسابقه بدات بنظام معين او نظام ما ده يعني ده متفقين فيه، ما ينفعش تبدلها طبعا. ليه يعني ايه المبرر بتاع ان انت تقرر كده صحينا الصبح احنا فتحنا الاستبدال؟ ما هو في النهايه انت بتفتح الباب للقيل والقال يعني. وفي النهايه في منافسين هيستفادوا وفي منافسين هيضروا ففي النهايه ليه يعني ايه يعني انت عليك من ده بايه؟ فاهم اللي هو انت الا اذا بقى زي ما بنقول في طبعا في فرق اكيد هتستفيد من النقطه دي. الزمالك يعني كمثال مثلا، الزمالك في بدايه الموسم لما قرر ايده كل اللعيبه اللي ممكنه تقريبا، لو اي حد كان معدي من قدام النادي تعال احنا هنأيدك، كان قرار خاطئ طبعا من اداره الزمالك. فكان ما كانش مفهوم ليه انت مثلا لاعب زي كهربا عليه مشكله ومش موجود عندك تقرر ان انت تأيده في قائمتك، او ايمن حفني او محمد عنتر اللي مش هيعمل. انت بتضر فريقك، انت خبرتك كاداره ان انت تسيب 3 أو 4 اماكن. في النهايه زي ما بنقول في مستفيدين وفي ناس ضر الموضوع. الناس دايما بتفهم الموضوع ان انت لما بتيجي تقول رايك في حاجه زي كده ان انت بتميل لطرف على حساب الاخر، بس هي النقطه اللي هو هل حاجه زي كده بتحصل في اوروبا مثلا؟ بطولات اوروبا موجوده، هل احنا قمنا صحينا الصبح كده سمعنا فجاه ان في قرار زي ده موجود في اوروبا؟ بس بتحصل في مصر يعني، عشان برضو دوت الرد الناحيه الثانيه هيتقال ان هو ايه، ان من سنتين بالظبط اتفتح الاستبدال، والصدفه ان وقتها كان الاهلي بحسب يعني كلام الناس ده، انا بقول لك اللي هو بالكلام اللي بيطرح على السوشيال ميديا، ان الاهلي استفاد وقتها من الاستبدال والزمالك ما استفادش. فالزمالك دلوقتي بيقول طب ما فيها ايه، احنا ما بنتكلمش مين هيستفيد او مين مش هيستفيد، بنتكلم ان تغيير نظام بطولة اثناء سريانها في حد في كل الاحوال غلط، ايا كان المستفيد وايا كان ايه القرار ده. بنقول ان كمان ده مش اول قرار من الكاف يعدل فيه القوانين اثناء البطوله، زي ما قلت قبل كده عدد الانذارات في من 2 كان طول عمره بقى 3، فهو ما بيبصش الكاف ما بيبصش لمين هيستفيد قد ما هو الموضوع بالنسبه له في عشوائيه كبيره. يعني مثلا بلاش كده، السنه اللي فاتت في مباراه الاياب، مباراه الذهاب لعبت بالفار، مباراه تانية تتلعب من غير فار، هل ده من العدل؟ في النهايه في فريق اتظلم، الوداد حصلت مشكله، فريق يعني تم ظلمه بنسبه 100%. الموضوع ما فيهوش اي كلام ان انت لا فريق اتلغى له جون، ولما يعني احنا الناس كلها قاعده شايفه ليه الجون اتلغى، طب يا جماعه في فار، لجأنا للفار ما فيش فار اصلا. ففي النهايه في حاجات او بتحصل في قاره افريقيا دايما في البطولات الافريقيه. المفروض ان انت دلوقتي في 2020 يعني انا دلوقتي عايز اسوق نفسي وعايز ابيع البطوله، يبقى ليا سبونسرز يبقى موجودين ليا، عايز البطوله يبقى ليها نسبه مشاهدين غير اللي موجودين في قاره افريقيا. هل الكاف بيدرس كده؟ انا النهارده مثلا كمتابع وكمشجع بتفرج على ماتشات دوري ابطال اسيا، اتفرجت على فاينل الهلال رغم ان الناس صحيت الصبح الساعه 1 الماتش او كان الساعه 12 في توقيت اليابان، توقيتات بطولات اسيا الناس بدات تتفرج. ليه؟ لان في عوامل جذب للبطوله. لكن انت ايه عوامل الجذب للبطولات الافريقيه؟ مبدئيا مواعيد، دايما مشكله المواعيد بتبقى ماتشات الصبح دي حاجه احنا عارفينها بسبب فرق التوقيت والملاعب وكل ده مقبول. انت يعني هنا ممكن تعمل حاجه كويسه جدا ان انت مثلا تحاول تطور المسابقه فيجي لك عوائد ماديه اكبر، فتقدر تساعد الفرق بحيث انها تطور ملاعبها، او تساعد الاتحادات اللي هي ضعيفه ما تقدرش ان هي يبقى في اضواء كاشفه مثلا. فكل ده في النهايه بيحصل وما فيش اي تطوير للمسابقه. يعني دايما المشاكل سمت بطولات الافريقيه. يعني طيب يعني خلاص خلصنا حته ان هو احنا متفقين ان هو مش صح، أي كل الناس متفقه على فكره، حتى اللي هو بيقول ان هو اشمعنى حصل ده عارف في نفسه ان هو مش صح ان انت تعدل قانون مسابقه وهي شغاله. بس كمصريين احنا وكان نادي الزمالك طبعا نادي مصري طبعا، مع فكره الاستفاده مش كبيره قوي يعني للزمالك برضو، يعني ما هو هيأيد مين؟ احنا ده اللي هنجي له دلوقتي، ولكن مبسوطين ان هو ده قرار زي ده وطلع. فازاي الزمالك بقى يقدر يستفيد من القرار ده بانسب طريقه؟ الزمالك بيقال ان هو هيؤيد محمود جنش الحارس واحمد عيد الناشئ،
طبعا كلنا متفقين ان احمد عيد لازم يتقيد فعلا، لان حازم معاه امام رايت واحد بس. وده اللي اتكلم عنه باتريس كارترون حتى في المؤتمر الصحفي امبارح، وقال ان بنسبه كبيره جدا هيكون احمد عيد ضمن الاسمين اللي هيقيده في عارف انت، وانا بتكلم كده برضو جه في بالي، لو كان القرار ده اتعمل من الاول ما كانش الزمالك هيلاعب مثلا لاعب زي محمد عنتر 45 دقيقه بس، فاهم؟ فما يضطر يعني هتحط فيبقى مكان راح على الفاضي، بالظبط فاهم؟ كان هيكون حريص جدا ان هو ما يلعبش محمد صبحي. هتقول لي ازاي؟ ان هتقول لي ابو ازاي جبل اللي هيبقى على الدكه بالظبط مثلا في مش الماتش ده؟ مثلا. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الزمالك نفسه اتضر، كل الفرق مضروره بانك انت تعدل القرار في نص البطوله، لان لو القرارات معروفه من قبل البطوله هتعرف تستفيد منها بالطريقه الامثل، فهو ده المقصود منه. ولكن السؤال بقى المهم هنا واللي عايز الناس يا ميدو يشاركوا معانا فيه، احمد عيد هيتقيد، الديبيت بقى اللي مطروح حاليا، جنش المكان الثاني ولا امام عاشور ولا ناشئ جديد؟ لا كاسونجو كده كده مقيد، كاسونجو كده كده اتقيد خلاص، ولكن هو في مكانين بقى استبدال. فالمكان اللي هو الثالث بقى بعد كاسونجو واحمد عيد، الثالث يكون جنش ولا امام عاشور الوحيد من الكبار اللي مش متأيد، ولا ناشئ بيلعب هاف فيندر بسبب برضو النقص في المركز ده. الوجهتين النظر ان هو المركز الهاف فيندر عندك انت محتاج، لان مفيش فيه غير طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن بعد اصابه طبعا محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي ربنا يشفيه. الاطروحه الثانيه ان مفيش اساسا ناشئ، سمعنا عنه في الزمالك ان هو هاف فيندر قوي، فبالتالي ملهاش لازمه ان انت تاخد المكان ده. طب ما هو جنش هيقول لك ما انت عندك ثلاث حراس مرمى، الناحيه الثانيه هيقوم قايل لك محمد صبحي حارس قليل الخبره، انت السنه اللي فاتت كان في ثلاث حراس مرمى ومع ذلك انت لعبت الذهاب نهائي الكونفدراليه قدام النجم الساحلي بعمر صلاح الحارس الثالث حارس اساسي ومن غير بديل، لان جنش كان موقوف بسبب الطرد قدام النجم الساحلي، وعماد السيد كان مصاب فما كانش موجود، فانت كنت بتلعب بعمر صلاح كحارس اساسي وعماد السيد موجود على الدكه منظر، لكن هو مصاب كانت ايده مكسوره، فبالتالي لا ده ما هو ثلاث حراسه هو ساعات بتحتاج. ده غير ان جنش اصلا هو الحارس الاساسي، ده جنش هو احد قاده الفريق اللي مجرد وجوده في اي سفريه يقدر يلم لك الفريق حواليه، لانه واحد من القاده. والسبب الاهم اللي ممكن محدش برضه واخد باله منه ان جنش مميز في ركلات الجزاء، ودي بطوله اقصائيه ممكن تلجأ فيها ركلات الترجيح كتير، في ظل ان محمد ابو جبل من اسوء الحراس في ركلات الجزاء. يعني لو حد لو جمهور الزمالك يفتكر كده ماتش الزمالك ووادي دجله في قبل نهائي الكاس مع ميدو، الزمالك تاهل بركلات الترجيح ولكن جنش ابو جبل ما صدش ما راحش مع اي كوره مثلا، ده ابو جبل حتى في مسيرته نادر قوي لما بيصد ضربات جزاء، عواد شرحه قليل لما بيصد يعني اتطور فيها شويه بس قليل، محمد صبحي مش عارفين الحقيقه. بس في النهايه فوزي انت عندك ثلاث ما احنا بنقول بقى اطروحتين الناس اللي تحكم، هل جنش ويبقى حارس رابع ولا امام عاشور كحل اضافي وانت عندك اجنحه كتير برضو، ولا هاف ديفندر من الناشئين ايا كان مستواه رغم انت ما تعرفهمش، انت لو انت هتقيد تختار ايه؟ طبعا احمد عيد خلاص خلاف عليه وكابونجو زي ما قلنا ان تمام. هو موجود المكان الثالث. انا في وجهه نظري ان ثلاث حراس كفايه جدا بالنسبه ان انت تقدر تكمل، خصوصا ان انت ما فيش حد منهم في الوقت الحالي مصاب او عنده مشكله. امام عاشور ولا جناح ولا قصدي هاف ديفندر من الناشئين ما نعرفش اسمه. ما هي الفكره بقى ان انت هتطلع مين من الناشئين؟ ما فيش حد، ما سمعناش حتى ان بالزبط. في اسم من اللعيبه اللي بتتدرب حاليا مع الزمالك في اسم كان في يعني في مهاجم في جناح في مدافع، لكن ما سمعناش عن هاف فيندر. هو الاكثر منطق يعني انا بشوف لو في النهايه امام عاشور المكان اللي قدام برده عن الزمالك يعتبر الى حد ما مليان، في اسلام جابر في شيكابالا في اونجم في اشرف بن شرقي في زيزو في اوباما، فهو عنده حلول في الحته دي ان هو مش محتاج لامام عاشور. انا زي ما بقول لك لو كان في ديفندر صعب بقى قوي، يبقى فين بقى يبقى ايه برضه هتختار انت ايه؟ ما هو زي ما بقول لك ديفندر ديفندر يعني انت هتاخد ديفندر اسمه خلاص. بس احنا برضه ما شفناش هم ثلاث ديفندرات حاليا في الوقت الحالي طبعا هو قليلين، بس هو برضه بالتاحة الثانيه بيقول لك ان زيزو ممكن يلعب في المركز ده واوباما يقدر يلعب في المركز ده، فانت في الوقت ده ساعتها تبقى قدامك ان انت تضيف امام عاشور اللي هو هيبقى كموجود كخيار هجومي مع رجوع بقى اوباما او زيزو يعني. بس انا في رايي انا بقى انا الناس أنا... بتناقشنا اهي طبعا ابو جنى بيقول جنش ملوش مكان
عيد وجنش وائل احمد بيقول لنا يعني، اتمنى الناس تشاركنا طبعا بكومنتات اكتر واحنا هنتناقش يعني انا في في رايي عامه اختيارات. جنش يعني مع وائل بتاع اللي كان بيقول، والاسباب اللي انا قلتها قبل كده ان هو عيد وجنش ده رايي انا مهم انا جدا شايف كده برضو، عيد وجنش وكاسونجو، لان امام عاشور مش هيضيف الجديد، ما بيلعبش اصلا في الدوري عشان يلعب في افريقيا، وهافت فيندر خلاص انت ممكن عندك كده حلول بديله ان انت تلعب اكثر من لاعب تقدر تلعبه في نفس المركز ده، فحتى لو طلعت ناشئ برضه مش هيلعب، لان تخيل انت مثلا وصلت قبل نهائي مثلا ربع النهائي لا قدر الله، لقيت طارق حامد مثلا ومحمد حسن الاثنين مصابين، فاضطريت تلعب بفرجاني ساسي وهتخلي حد جنبه، هتلاعب الناشئ ده لاول مره في حياته ولا هتلاعب اوباما هتلاعب او اوباما احمد سيد زيزو؟ هتلاعب يبقى اوباما كده صلوع الناشئ ملوش لازمه، زيه زي الحارس الرابع. انا عارف ان 4 حراس ده كتير بس انت مضطر، لكن جنش وجوده بيدي امان للفريق كقائد للفريق كمميز في ركلات الجزاء، كهو اساسا الحارس الاساسي لولا الاصابه. يعني انا لو هقارن بين جنش ولا عواد، جنش ولا محمد ابو جبل، جنش ولا محمد صبحي، هختار جنش. هتقول لي وانت عرفك بجنش هيرجع مستواه ايه؟ هقول لك وانت عرفك والحارس والناشئ اللي هتصعده مستواه ايه؟ مش فارقه كتير، هو بس على معظم الاقل جنش الكومنتات انت اصلا عارف. يا فوزي بتقول لنا ان هو جنش، يعني هو واضح ان الناس كلها مجمعه على لا في ناس تانية في برضه وجهة نظر موجودة بكثرة يعني. كاسونج. وعامة في حد بيقول كاسونج ممكن مصطفى محمد يصاب، ما واحنا كاسونجو قلنا كده كده مقيد خلاص كده يعني، تم قيده فعلا رسميا، فاللي هو ده مش لسه بنناقشه، هو المكان دلوقتي الكلام على الاثنين الاستبدال. حسام فاروق بيسألنا بيقول جنش يتقيد ازاي هو مش متقيد محلي؟ لا متأيد محلي يا استاذ سيد، حسام استاذ فاروق حسام سوري، مقيد محليا. انا على فكرة برضو كنت فاكر ان هو مش مقيد، لكن لما سألنا لا طلع ان هو مقيد محليا من بداية الموسم. زي ما قلت لك معظم الكومنتات بتسألنا، وفي حد تاني برضو عادل المكي بيسألنا بيقول هل جنش غير مش مقيد؟ ردينا على لا طول لا جنش قلنا ان هو مقيد. مقيد محليا. عادل ابو فاطمه بيقول الزمالك تأهل بنسبة 90%، انت شايف الزمالك تأهل بنسبة كام في المية ان شاء مثلا؟ الله ان شاء الله بكره بريمير دو اوجوستو مش هيكسب، ووقتها هيكون الزمالك تأهل فعلا. عايزين نخلص بقى الزمالك ونشوف نسيب تعليقات الناس ونروح سريعا بقى على ماتش الاهلي بعد بكره. الاهلي قبل هيلاقي ماتش الاهلي في حته انا نسيت اكلمك فيها، طيب امير عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك قال ان هما ما عندهمش مشكله في عدم وجود مدرب احمال، وان هو ان الفريق بيلعب، يعني هو قالها نصا كده، قال الفريق بيلعب بيلعب مباراه كل 3 أو 4 ايام، فاحنا ما عندناش مشكله في عدم وجود مدرب احمال. بس هل من المنطقي ان يبقى في فريق بحجم نادي الزمالك بيلعب وداخل على شهر ناري الزمالك فعلا داخل على شهر صعب جدا، بدأ ما فيهوش مدرب احمد يعتبر الشهر بدأ طبعا. بمواجهة مازيمبي النهارده، الزمالك داخل على ماتش اول اغسطس انت او بريميرو، لسه مش معروف موقف الزمالك زي ما قلنا، ماتشات في الدوري هيلعب دجله، هيلعب الحرس، هيلعب الاسماعيلي، بعد كده هيطلع هيلعب الترجي، بعد كده هيسافر ترجي في السوبر الامارات، افريقي، بعد كده الاهلي قطر يلعب ماتشين بالسوبر الاهلي. الاهلي فهل في فريق الامارات. هل في فريق يقدر يستحمل الضغط ده او العدد ده كله من المباريات بدون وجود مدرب احمال؟ انا كنت هقول بقرا لك انا كتير هنا جدا ان كارتيرون هو كنت اللي هقول لك بيشرف كده. على عمليات ال او لا ال انت قلت لي قبل كده في مره كنا قاعدين مع بعض وسالتني، قلت لي هو كارترون كان مدرب احمال، كنت بتقولها انت بشكل استنكاري. انا مش عارف الحقيقه، ممكن يعني ممكن لا مش اكيد ما كانش مدرب احمال، بس ممكن يكون معاه دبلومه مثلا في الاحمال او لا مش متخصص، انت دارس عندك الاحمال، جوانب تانية لو دارسها فخلاص. بس الفكره في مدربين بيشتغلوا من غير مدرب احمال، لكن طبعا هو جمله النهارده بتاعت امير عبد العزيز لما بيقول ان هو احنا كده كده بنلعب كل 4 ايام غلط طبعا. مفيش حاجه اسمها انت بتلعب كل 4 ايام، يبقى اكيد محتاج ان انت تتحط لك خطه بدنيه كويسه. هو يقصد ان احنا مكتفيين بنفسنا وبنعرف نعمل ده. الزمالك عانى بدنيا ولا لا النهارده؟ النهارده ما كانش بيعاني، لكن احيانا كان مع فتره ميتشو تحديدا كان الزمالك بيعاني بدنيا جدا. مش عارف هم اضرب نفسهم الحقيقه، لكن طبعا اكيد الزمالك محتاج ان هو يحط خطه بدنيه. والله لو بكارترون هيعرف يحطها يعملها ونشوفها على ارض الملعب، اكيد يبقى وفر للاداره، وفر لكل للنادي ان هو فلوس مدرب الاحمال. ولكن لو محدش فيهم متخصص فطبيعي لازم يكون في مدرب احمال. بس بفكر ناس ان كارترون في الاهلي ما كانش معاه مدرب احمال برضو، اعتقد كان معاه، اعتقد ان هو كان معاه حسين عبد الدايم، ده كان مصري بس ما كانش ما لا ما كانش ما معاه كانش مدرب حد احمال قبل، اساسا، كان ليه مسمى تاني انا فاكر يعني. يعني مش فاكر بالظبط، بس هو في النهايه برضه هو كان جاي فرد لوحده، زي ما هو حاليا في الزمالك برضه لما جه تعاقد مع النادي تعاقد بمفرده، ما كانش معاه مدرب مساعد، الزمالك هو اللي شكل الجهاز الفني بالكامل.
زي ما بقول لك يعني انا مش مقتنع. يعني انا مثلا هل في فريق مثلا ممكن يشتغل بدون طبيب او لا ما فيش طبعا لا يعني ما طبعا فيش دكتور مثلا هنصحى الصبح لا احنا نعرف نعالجه؟ مش منطقي. انت زي ما بقول لك انت داخل على فتره مباريات شهر فبراير ده، سواء للاهلي او سواء للزمالك، هو هيحسم اشياء كتير جدا، حسم التاهل في دوري ابطال افريقيا، موقف الفريق في الدوري، الاهلي او قصدي الزمالك داخل على مواجهات مش سهله سوبر خالص، افريقي وسوبر مصري. فلو انت شهر ومباريات في فبراير، الدوري هتحدد انت هتقدر شهر تكمل فبراير هيرسم موسم الزمالك. انت بالظبط. ممكن تخرج منه معاك بطولتين في جيبك ومكمل في البطوله الاهم اللي هي دوري ابطال افريقيا، وحسنت موقفك في الدوري كمنافسه حتى لو على تاهل دوري ابطال افريقيا، او تخرج منه وانت موسمك انتهى تماما وما عادش ليه لازمه ان انت تكمله اساسا. فاكيد ما نتمناش حسن الحلقه فاروق دي. كان بيقول ان كارتيرون لما كان في الاهلي كان معاه ليندمان. لاندمان تمام. صح فكرني، شكرا يا تمام. استاذ حسين. نروح مع الاهلي، والاهلي امامه مواجهه هنتكلم عنها سريعا لان يومها هنتكلم عنها باستفاضه. فالاهلي هيلاقي النجم الساحلي، وطبعا مباراه مهمه جدا للاهلي وفاصله في مشوار التاهل. تفتكر احمد الشيخ مثلا ممكن نشوفه تاني كاساسي في المباراه دي؟ وهل الافضل ان هو اللي يبدا ولا وليد سليمان؟ وليد سليمان كل ما بينزل بيمنتج بيسجل، بتحس ان هو بيعمل شكل الفريق. ايضا احمد الشيخ رغم الهجوم اللي بيتعرض ليه، ولكن انا شايفه كل ماتش بينتج، سواء بيسجل هدف او بيصنع او بيتسبب في ركله جزاء او ما شابه. هل المهاجم الصريح يستمر مروان محسن بعد تسجيل فتره اخيره اكتر من هدف، ولا الافضل ان جونيور اجاييه هو اللي يبدا في المركز ده؟ قول لي كده شايف التشكيل المفروض يكون ازاي في المباراه دي، خاصه ان المنافس هو النجم الساحلي والهدف هو ضمان التاهل للدور المقبل. نقدر نقول ان ماتش الاهلي والنجم مش هيبدا يوم الاحد، هو هيبدا من بكره. ماتش بكره الهلال مع الهلال هيلعبوا الساعه 3 الماتش في زيمبابوي. يعني هو الاهلي محتاج بكره هزيمه الهلال عشان يكسب النجم فيتأهل الدور اللي جاي بدون الانتظار لمباراة السودان. وطبعا احنا عارفين الاجواء في السودان بتبقى عامله ازاي، فالاهلي او جمهور الاهلي او جمهور الاهلي والزمالك بكره هيبقى على يعني تقريبا بالترتيب كده، الاهلي الهلال وبلاتينيو هيلعبوا الساعه 3 وزيسكو او بريميرو هيلعبوا الساعه 6. فزي ما بقول لك الماتش هيبدا من بكره، مش يوم الاحد. طيب نرجع بقى في حاله النتيجه المنطقيه ان مفروض بلاتينيوم اضعف الفرق، بلاتينيوم اتغلب على ملعبه من النجم وتعادل مع الاهلي 1-1، وعمره ما عمره ما حقق اي فوز في دور المجموعات في تاريخه في البطوله دي، المشاركه الثانيه. النقطه بتاعت الاهلي دي كانت ثالث نقطه بس في حياته ياخدها اصلا في البطوله، تمام؟ فالمنطقي ان الهلال اما هيكسب او على الاقل تقدير هيتعادل. فوقتها الاهلي هيكون مطالب بايه في مباراه النجم، ومفروض يبداها ازاي؟ الاهلي طبعا ما فيش اي بديل عن الفوز في مباراه الحد، ما فيش اي نتيجه ممكن. هو الاهلي عموما محتاج 4 نقط من الماتشين الجايين عشان يضمن تاهله بدون اي يعني بدون نظر لاي حسابات اخرى. الاهلي زي ما قلنا عنده ماتش مع النجم، بعد كده هيطلع يلعب الهلال، فبكره هننتظر نتيجه ماتش بلاتينيوم على اساس التاهل. بس في النهايه لو انت عايز تصعد زي ما يعني كان غضب جمهور الاهلي كل وقت مباراه بلاتينيوم كان بسبب ان انت في ايدك ان انت كنت هتكسب بلاتينيوم على ملعبه، وتيجي تكسب النجم فتحسم تاهلك خلاص، هتروح ماتش المدرمان ده بتلعب على الاول والثاني. دلوقتي الاهلي لسه ما حسمش تاهله زي ما قلنا، فالاهلي محتاج زي ما بقول لك الاهلي محتاج حوالي 4 نقط في الماتشين الجايين. حارس مرمى محمد الشناوي باك يمين منتهي، يعني اعتقد ان هو انا بشوف ان يعني فايلر في المباريات دايما التقيله بيلعب بفتحي كخبره، بس انا بشوف ان محمد هنا يعني حل أحسن. كويس قلبين دفاع، رامي ربيعه ومين؟ ولا رامي ربيعه وياسر ابراهيم موساك شمال او باك شمال معلول طبعا. طيب منتهي. خط الوسط علي وديانج عمرو السولية حلو قدامهم. وليد سليمان يبدأ أو وليد سليمان يبدأ المباراة دي بتحتاج دايما خبرة وليد سليمان دايما. أنا ماتش بلاتيني وأنا كنت بشوف إن وليد لو كان موجود وما تعرضش للإصابة في عمليات الإحماء كان هيفرق جدا مع الأهلي في الماتش ده. أنا فاكر برضه إن عشان كنت حاططها في دماغي وأنا بتكلم ونسيت أقولها، النهارده الزمالك كان رايح المباراة ب 18 لاعب بس، ف
فما حطش حساب في حسابه حاجه زي دي النقطه دي، ممكن لاعب يتعرض لاصابه يعني في ممكن تضم 20 لاعب لما يعني ماشي في الاخر انت بتعمل قائمه 18 انما انت معاك في المعسكر كام دي بتاعتك. فالزمالك النهارده كان 18 بس رايح الماتش، الاهلي لما حصل له كده قدام بلاتينوم طلع الشيخ كان بره القايمه دخل القايمه ولزم لازم بديل كمان. فهو ده برده كانت حاجه غريبه يعني ان انت تلعب ماتش زي النهارده الزمالك ب 17 لاعب بس. طيب وليد سليمان بدا على حساب احمد الشيخ ولا يلعب في نص في لا النص؟ انا لا ما هو قفشه هيلعب في النص قفشه تمام. وليد سليمان يمين على اليمين شمال جونيور اجاييه والهجوم مروان محسن يبدا بمروان محسن والناس بتسال اليو بادجت سجل هو تم قيده محليا والبطاقه الدوليه وصلت وكانت وصلت كانت لسه ما وصلتش امبارح بس لسه القايمه هتتعلم بكره فلسه هنشوف بايلر هيحط اصلا في القايمه ولا مش هيحطه. هو شارك في المران بتاع الاهلي خلال الايام اللي فاتت فهل هنشوف اذا كان هو موجود. انا بشوف ان نقطه بقى كان زمان دايما نقعد نتكلم عن فكره الانسجام ونقعد بقى فاهم اللاعب ممكن يقعد 9 سنين بيلعب على الدكه عشان ما ينفعش تجيب لاعب في يناير وتقول انسجام. انت جايب في يناير عشان يبقى جاهز على طول يديك حالا بس ما اعتقدش برضو ان هو هيبدا كاساسي اول لما يوصل. لا ما اعتقدش، اعتقد ان هي صعبه يعني هو ممكن يبقى موجود كخيار على الدكه او ممكن يطلع بره القايمه عادي. هو في النهايه زي ما بقول لك العناصر اللي موجوده في الاهلي حاليا تقدر تلعب المباراه ممكن يبقى موجود على الدكه كورقه رابحه يعني. طيب عندك حاجه ثانيه؟ معظم الناس بقى زي ما بقول لك الناس بتسال على اليو بادجي بس الكلام كله بقى الناس بتتمنى الفوز للاهلي. طبعا نتمنى الفوز للاهلي ونتمنى صعود الزمالك بما ان النهارده الزمالك كان بيلعب على ارضه ما ينفعش نقول مبروك تعادل طبعا ولكن نقول هارد لك وعامه ملحوقه هي ده اللفظ الانسب اللي هو ان شاء الله التاهل يكون بكره كمان باذن الله يكون الفوز حليف الاهلي قدام النجم الساحلي وكذلك المصري قدام نوازيبو في الكونفدراليه و بيراميدز اللي هيلاقي انوجو رينجرز وبيراميدز بالفعل ضمن التاهل. شكرا يا ميدو. شكرا لكم وشكرا لكل المتابعين متابعي في الجول ونشوفكم في لايف ستاندينج. شكرا.